نعم، كما طريات الأزرق في الرياض خلال الموسم الجديد، حضور جماهيري كبير وأكبر من المتوقع في مثل هذه المناسبات وفي هذا التوقيت بعد 46 يوما. الهلال يدخل هذه المباراة وسط هذا الكرنفال ويبدأ الكرنفال. نعم، لقد بدأ الكرنفال عن طريق سيرخي ميلكونوفيتش سافيتش. هدف أول مع الأزرق يسجل الآن، وبهذه الصورة الغاية الجمال وفي غاية الروعة، حيث الانطلاقة الأولى ينجح الصربي بكسب قلوب العشاق الزرق من الوهلة الأولى، وبهذه الراسية في شباك عبد الرحمن كميل. هكذا أكمل الكرة بالراس الموسم الماضي، بل حتى منذ نهاية الموسم الذي قبله، وكان له تأثير في دوري الإعجازي. هجوم كويتي الآن، الله الله، هدف جميل. لكن بعد ذلك روبن نيفز وسالم أنهوا مباراة وولفسبورغ النمساوي. أما المباراة الأخيرة، لدينا تقدم، وسامي جريس يحتسب ركلة جزاء. خطف القلوب، وبالنسبة لأهدافه وحضوره، هل يبدأ كذلك هذه الأمسية وهذا الكرنفال؟ نعم 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 نعم. وقف عبد الرحمن كميل ووضعها على يساره. الهلال سيتجه بعد ذلك إلى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العرب. والخنيسي مرة أخرى مهاجم خطير وكبير وصولات وهداف، يعيد كرته. سعود يجرب حل التهديف، هذا الحل بالنسبة للظهير الأيمن، وقال بأن الهلال فريق يرغب بالبطولات، لذلك نريد أن نفعلها الآن. الكويت، الكويت كاد أن يفعلها. محمد دحام، الجريس والارتداد الأزرق. تذكر جيسوس، تذكر المرتدات. الآن سرعة الهلال في الارتداد، دائما ما يكون مع جيسوس أفضل وأقوى وأسرع. هذه القيمة المعتادة على مباريات الهلال والكويت. كرة في الجانب الأيمن، ميشايل يتحرك الآن. الإعصار الأزرق قادم في منظومته، في مؤسسته، في محبة الجماهير له ومحبتهم للنادي. ميشايل، أي إعصار! نجح الهلال بأن يحضره إلى الرياض ليضرب ولا يبالي، قوية بيمناه على الكويت. هذه النتيجة حتى طبعا هذه اللحظة هي أكبر نتيجة بين مواجهات بين الهلال والكويت. الكويتي، الله الله يا ياسين العامري، ياسين عامري يسدد كرة هذا الجناح التونسي دون رقابة. تأخر في العودة، والكرة اللي قفاز المعيوف لمسها. الكويت الكويتي في مباراة ودية قبل عامين هنا في استاد الملك فهد الدولي، هنا بهدفين مقابل لا شيء، نجح الهلال عن طريق متعب المفرج وعبد الله رديف من تسجيل أهداف تلك المباراة الودية قبل عامين. الآن هنا محاولة وانطلاقة مبكرة، وكرة في المرمى، التغطية حضرت سريعة عن طريق ناصر الدوسري. ناصر، لمسة من سافيتش على كاريو في جهة اليمنى. كاريو يرسل كرة عالية جميلة بالرأس، رائعة
جدا. واضح ان قيمه سافيتش. دور المجموعات في الدوحه، هدفين مقابل لا شيء للهلال. الان هنا هجوم حاضر وكره وركله جزاء. نعم، ركله جزاء لمصلحه سعود. هدف ثاني في مسيرته مع الهلال. مباراة ودية السابقة نجح في التسجيل في ولفسبورغ، والآن يتقدم، نجح فعلا بالتسجيل. هذه المرة من علامة الجزاء، وضعها صعبة على عبد الرحمن كميل. حاول من خلالها بهذه الكرة البرتغالي يوقع على أهداف المساء الأربعة الزرقاء. سافيتش وسالم وميشيل روبن رابعهم، 4-2 للهلال. هكذا الكويت من جديد في الجانب الأيمن، محاولة قائمة. يا سلام يا سلام يا سلام، جميلة جدا. تركوا الأمر ليسجل. لا لا، لم يسجل. هذا الارتباك الذي أحدثه يوسف ناصر وفيصل زايد قبل التنفيذ. كرة ترسل باتجاه رديف، تغطية حاضرة. قحطاني حافظ على كرته. الله 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 على كرة. الله، لو اكملت تكمل ممكن الآن، لكن في النهاية جملة هلالية يافعة. لكن الآن الكويت، الله، يوسف ناصر والعويس في لقطة واحدة. كانت 3 دقائق قدرت. كرة ترسل عالية جميلة جدا، كرة ذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة الكويت. عالية جدا وجميلة ورائعة، والكرة في المرمى، ركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء. يوسف يتقدم، يضع اوه الله يا بنياك. لا فيصل زايد ولا يوسف ناصر. بفوز تاريخي اول على الهلال، اذ لم يفز لا رسميا يا عقلة يا عادل ولا ودية. الهلال ينجح برباعية.